ولذلك الإنسان يا إخواني يا أخواتي انتبه لعمره. الإنسان الآن قاعد من عمره على شفا جرف انهار. أي إنسان الآن قاعد من عمره على شفا جرف انهار. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. انتبه الإنسان. ذكر بعض العلماء أناس في سياق الموت قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فأخذ يغني والعياذ بالله، يقول تانا تنتانا يغني، يقول قول لا إله إلا الله وهو يغني. لماذا؟ لأنه عاش حياته كلها على مثل هذا الأمر. قيل لشخص آخر قل لا إله إلا الله، أصبح يقول خمسة في سبعة كم؟ ليش؟ مشغول بالدنيا، مشغول بالدراهم، مشغول بالدراهم. شخص قيل له قل لا إله إلا الله فأخذ يذكر اسم معشوقته نسأل الله العافية والسلام، فحرموا من قول لا إله إلا الله. ذلك الإنسان دائما يعني يكثر من ذكر الله، يرطب لسانه بذكر الله، يدعو الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن حتى يختم له بمثل هذا الخاتم السعيد. صلى الله تعالى أن يحسن خواتيمنا جميعا.